عرفت يعني جملة من الآثار الموجودة هنا معنا في عمان. نعم. ماذا ننظر نحن الآن إلى الإمام ناصر بن مرشد يعربي رحمه الله تعالى؟ ماذا كيف النظرة التي ننظر بها إليه؟ أنه قائد فاتح. لماذا؟ وحد العمانيين، وحد وقاتل. كم الذين قاتلوا معه؟ قلة قليلة الذين كانوا معه. ومن الذين ناكفوه؟ ناكفه جماعة ممن حوله. سبحان الله، ممن حوله بدأت المناكفة. يقول لا طاقة لك اليوم بالبرتغاليين، وقع الأمر والتضحيات وما إلى ذلك. ثم تكرر الأمر بعد مضي مدة من الزمن، أيضا عندما وقع دخول الفرس، أيضا الإمام أحمد بن سعيد كان له موقفا بطوليا في مواجهة هذه التحديات. صحيح.